انا مخويك برنامج عشت معاك عشت ما عشت ما تقدر ما تعزي ما ترسل ما تكلم من انت عشان حشمك؟ انا عشت البرنامج ذا ولا ابن امك كلمني عزاني الا فيصل عرجاني. ليش ايش معنى فيصل عرجاني؟ وانا انتوا يا اخوياي وانا انتوا يا ربعي وانا انتوا اللي عشت معاكم فوق 110 ايام وانا انتوا يعني ابوه اخوه علي الطلاق اني صادق يعني ابوه اخوه علي الطلاق والله يحرمني والدي يا في وفاة خالي وفي وفاة ولد خالي ولد خالي اللي اقرب ما املك جلست اسبوع حزين عشانه يا جماعه الى متى تبون نتكلم بشكل بوجه واضح ولا تبون نجاملكم كجمهور؟ ما وقف معي الا فيصل عرجاني عبد الله الرزقي الباقيين وين انتم؟ وين انتم؟ حنا نكتم الى متى؟ حنا نجامل الى متى؟ حنا نسلك الى متى؟ حنا نعزز الى متى؟ مكالمه من ابوي. ابشر على خشمي على خشمي.